موتني. ليه؟ مش عارفه مش عارفه انا عايزه اخلص. ماما ماما يا مايا اطلعي معايا على البيت. مفيش لولو معاك على البيت يا عصام. هتطلع يعني هتطلع. مش هتروح معاك في اي حته يا عمده. وانت مين بقى بسلامتك عشان تخش في الموضوع ده اساسا؟ طب امشي من هنا وبلاش فضايح. في ايه يا عمده؟ انت مش لاقي حد تعمل عليه عمده بره، جاي فرد دلوعك وتعمل علينا عمده؟ انا عمده؟ عمده هتقول عنك عنك وعن الشديد كمان. احنا هنغلط بقى ونقل ادبنا ونطول لساننا كمان. اطول لساني زي ما انا عايز وماليش كلام معاك يا كريمه. انا كلام مع مرتي. اطلع البيت. مش هتطلع يا عمده. هتيجي معايا يعني هتيجي معايا. امشي امشي من هنا بدل ما الم عليك الناس. وانت ليك صوت تتكلمي يا متطلقه انت؟ شوفي فضايح مرتي بتعمليه في مصر. راح تتصرمح مع الاسود ولا مع السواش؟ اخرس قطع لسانك راجل قليل الادب ما عندكش دم. انا بنتي متربيه احسن تربيه يا ابو غفمل. هنعرف يا كريمه. هنعرف اذا كانت بنتك متربيه ولا مش متربيه. هان اللي اعرف. اوعي. الحقونا يا ناس. الحقونا. العبد عاوز يموت. الحقونا يا ناس. صرخي. اوعي ايدك. صرخي زي ما انت عايزه. لم علينا الناس. خليها تفضح كريمة ويعرفوا ان بنتها مش عايزة تخش على جوزها يوم زفافها. يبقى ايه؟ يبقى معيوبة يا كريمة. انت معيوبة. انت يا رجل انت. بقول لك ايه؟ انا هاخد مرة. انت مش معيوبة. انت اللي معيوب ومخك فاضي وهمجي. عارف بنتي مش عايزة تخش عليك ليه؟ ليه؟ عشان انت ما بتنفذش كلمة واحدة من اللي انت قلتها. عرفت ولا قلت انا يا عمدة؟ لا ما عرفتش يا كريم. اديك عرفت. وهاخد مرة. يعني هاخد مرة. مش هتاخد مرة. اوعي يدك الحاج يا عمي. اجري يا بت. انت يا بت.